من الاخبار الاقتصاديه المهمه انه النهارده السي اي بي و اوراسكوم وقع اتفاق، اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا وقع الاتفاق على الاستحواذ على شركه سي اي كابيتال. هي طبعا الحقيقه طبعا احنا عارفين القيمه انها كانت قرابه المليار جنيه، 924 مليون جنيه. الموقع من طرف اوراسكوم للاتصالات والاعلام هو بلتون فاينانشلز، و يعني بلتون هي اللي بتشتري سي اي كابيتال، وبكده يكون ده اندماج اكبر، واتنين من اكبر بنوك الاستثمار في مصر، عشان يعملوا الحقيقه بنك استثمار قوي. معي على الهاتف دكتور سامح الترجمان رئيس بلتون فاينانشلز. دكتور مساء الخير، اهميه هذه الصفقه بالنسبه لكم ايه في بلتون؟ مساء الخير يا فندم. وطبعا ما فيش شك ان زي ما حضرتك اشرتي ان اندماج بنكين بحجم بلتون وسي اي كابيتال هي اضافه كبيره جدا، لانه الاستثمارات دلوقتي قائمه على كائنات وكيانات تقدر كبيره، تستطيع انها تضخ تمويل وتساعد في جذب الاستثمارات وتساعد المستثمرين في خلق فرص استثماريه كبيره. في شك ان بنك بهذا الحجم هيساعد مساعدة كبيرة في تطوير العمل وفي ضخ استثمارات كبيرة في الاقتصاد القومي. هتمولوا الصفقة ازاي يا دكتور؟ زي ما اعلنا انه المساهمين الرئيسيين في شركة بلتون اللي هي شركة اوراسكوم وشركة اكت هيقدموا قرض لبلتون، ومن خلالها بلتون هتمول الصفقة. يعني احنا بنتكلم في اوراسكوم وشركة اكت فاينانشال اللي هم المساهمين الرئيسيين. زي الجمعيه العموميه ما قررت انهم هم الاثنين بيقدموا قرض حسن لشركه بلتون، ومن خلالهم الشركه بتقوم بتقوم بتنفيذ العمليه الاستحواذ. طبعا النصيب الاكبر في التمويل هيكون من خلال شركه اوراسكوم. اوراسكوم بالظبط. هل يعني خطه الدمج شكلها ايه؟ يعني هل هتقسموا الاعمال ما بين بلتون وبين سي اي كابيتال، ولا الاثنين هيبقوا كيان واحد؟ دي كل ده حاليا احنا شغالين عليه، وفي دراسات كثيره جدا بتتم عليه، واول ما ننتهي من هذه الدراسات هنعلن عنها للسوق. احنا حاليا تركيزنا كان في شقين، الشق الاولاني ان احنا كنا ننتهي من عمليه الديو ديليجنس لشركه سي اي كابيتال، انتهينا وقعنا على العقد المتعلق بالشراء. دلوقتي احنا بنخلص بقيه الاجراءات بنستكملها لعمليه الشراء، بحيث مجالس الادارات لازم يتعرض عليها، الهيئات لازم توافق، بقيه الاجراءات التنفيذيه للعمليه. ثم بعد كده احنا في نفس الوقت بصوره موازيه بيتم العمل على النظر في كيف سيتم اعاده الهيكله كامله للشركتين، بحيث نطمئن ان ده هتؤدي الى النتيجه المرجوه من الاستحواذ. بتستهدفوا قد ايه من السوق؟ تستحوذوا على قد ايه من السوق يا دكتور؟ احنا اوريدي من خلال شركات السمساره اللي موجوده في الكيانين بيستحوذوا على اكثر من تقريبا 25 ل 30% من سوق السمسره. بالنسبه للشركات اسيت اداره الاصول ما بين بلتون و سي اي كابيتال هنبقى اكبر شركه في مصر في اداره الاصول. اكبر من اي اف جي، اكبر من ارماس. في اداره، في حجم اداره، في حجم اداره الاصول. طيب يعني تقريبا قد ايه يا دكتور؟ احنا عندنا حوالي هيبقى تقريبا 40 مليار جنيه مصر تحت الاصول ما بين اداره الاصول ما بين بلتون وبين سي اي كاب. سي اي كاب. بشكرك دكتور سامح الترجمان رئيس شركه بلتون فاينانشلز، بتمنى لكم كل التوفيق.